وكان يحيى عليه السلام يحكم بين الناس بالعدل، وكانوا يرضون حكمه رغم صغر سنه. كل ذلك من عند الله. لقد رضينا بهذا جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا، وحنانا من لدنا وزكاة، وكان تقيا، وبرا بوالديه، ولم يكن جبارا عصيا، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. صدق الله العظيم. يا سبحان الله، كم أنت يا يحيى بار بوالديك. إنه يطعم أباه وأمه بنفسه، إنه يسقيهما بيده. يا له من ابن يحترم والديه، إنه يعد لهما الفراش. نعم نعم، إنه يساعد أمه وأباه ويغطيهما. إنهما يدعوان له وينامان نوما عميقا. أتظنان أن يحيى سوف ينام الآن؟ لا، بل سوف يصلي لله طوال الليل في محرابه. فلنرقب ما سيحدث، فإذا خرج إلى المحراب تكون قد صدقت في القول. نعم لقد صدق. إنه ذاهب للمحراب. إنه ذاهب للمحراب. ماذا عن أحوال الرعية أيها القواد؟ يا مولاي الملك، إلى متى سنصبر على ذلك النبي الذي يدعى يحيى؟ إنه خطر داهم، لأن الناس جميعا تحبه وترضى حكمه بينهم. ولكنه رجل صالح. أنسيت يا مولاي أنه رفض أن يحكم من أجلنا؟ نعم، وساخر منا قائلا إنني أخاف الله ولا أحكم إلا بكتابه. سيدي الملك، لماذا لا تقتله؟ إنه يحرم الرقص. نعم نعم يا سيدي، لابد من الخلاص منه. إنه يهدد ملكك. ليقتل يحيى. اشرب اشرب فرحا بمقتل يحيى. لابد أن تحضروا معكم جسده. وقتل الجنود الطغاة النبي يحيى. مات يا حلم، مات يا حلم. لن يترك هذا الملك الظالم. ما هذا؟ ما هذا؟ يبدو أن هناك زلزالاً عالياً.